عليكم مشاهدينا ومتابعينا بآخر أيام الأسبوع وحلقة جديدة من الأسبوع في بوست. حقائق مهمة عن شركة جوجل بعيدوا الـ 22، وكان احتفل محرك البحث الأشهر جوجل يوم 27 سبتمبر بالعيد الـ 22 لتأسيس الشركة، وحرص على تغيير اللوجو المعتاد احتفالاً بهيدي المناسبة، واستخدم شعار تاني أكثر ابتكاراً. بعض الحقائق المثيرة للاهتمام عن جوجل: ليصبح المحرك الأكثر استخداماً من قبل مستخدمي شبكة الإنترنت من حول العالم. تم إنشاؤه بالعام 1988 لاري بيج وسيرجي بيرمان، طلاب الدكتوراه بجامعة ستانفورد بكاليفورنيا، هن اللي أسسوا جوجل. باكراب كان الاسم الأول اللي أطلق على الشركة، ومن ثم تم تغييره بعد عامين ليصير جوجل، وسبب اختيار هالاسم لأنه على وزن جوجل، وهو مصطلح رياضي بشير إلى العدد اللانهائي من البيانات. بداية جوجل ما كانت مبشرة، وطغت عليه بهداك الوقت شركة منافسة كبيرة مثل ياهو وشركة أخرى اسمها أسك جيفز، إلى أن صار الأشهر وتتعدى عمليات البحث 63 ألف عملية كل سنة، وبيتعدى عدد الموظفين بشركة جوجل 72 ألف موظف من حول العالم. بدأت شركة جوجل بجراج سوزان وجيسكي لأصبحت الرئيس التنفيذي لشركة يوتيوب. تمتلك شركة جوجل 5 من أفضل تطبيقات الهواتف الذكية وأكثر استخداماً، وهن يوتيوب، جوجل بلاي، خرائط جوجل أو جوجل مابس، جيميل، وطبعاً بحث جوجل. وأظهرت بعض الإحصاءات اللي أجريت عام 2020 أنه جوجل يمتلك نسبة 92.54% من حصة السوق العالمية لهيدا النوع من الأعمال. خسارة الوزن هاجس بيسيطر على البعض، بناموا من دون عشاء، بيتنقلوا من حمية لحمية أخرى، بيصرفوا مصاري كتير على الحميات وأنظمة الأكل الجاهز، وحتى بيسيطر عليهم هاجس الرياضة والنوادي الرياضية، وبالآخر يمكن تنجح المهمة بخسارة الوزن أو بيزيد الوزن الضعاف اللي خسروه. شو رأيكم بشخص أنقص وزنه تقريباً 10 كيلوغرامات بكم ساعة فقط؟ هيدا هو الروسي بهاما جوبوف البالغ من العمر 66 عام، اللي نجح بالركض المتواصل لمدة 5 ساعات فقط خلال 9.3 كيلوغرامات من وزنه، وحقق رقم قياسي بإنقاص الوزن، ولكن ما حدا يجرب هالطريقة لخطرتها على الصحة. بعد ما تم التأكد من وزن جوبوف وكان 88 كيلوغرامات، بعدها بلش بالركض على بطء وكان لابس ملابس سميكة ليتعرق لينقص من وزنه، وبعد 5 ساعات من الركض تخلل الكثير من المطر، توقف عن الركض طبعا منهك وتعبان، وصعد على الميزان والمفاجأة وزنه صار 87.7 كيلوغرامات، يعني مثل ما ذكرنا تخلص من 9 كيلوغرامات و 300 جرام بأقل من 5 ساعات فقط. وإجا تعليق جوبوف على هيدا الإنجاز إنه المخطط كان إنقاذ 10 كيلوغرامات بساعتين ونصف فقط، ولكن الأجواء الماطرة عرقلت له الخطة بسبب التوقف لأكثر من ساعة. وبعد هيدا الإنجاز حصل جوبوف على تكريم من الحكومة المحلية بداغستان، وتسلم شهادة تحقيق رقم قياسي جديد بمجال فقدان الوزن، وسيتقدم لموسوعة جينيس للأرقام القياسية لتسجيل هيدا الإنجاز، ولكن لا نعلم ما إذا كان هذا الرقم غير مسبوق بالعالم. وانهالت التعليقات من المغردين على هيدا الإنجاز، من ناس مباركين وأيضا محللين ومبررين لهيدا الإنجاز، والبعض أيضا حلل الموضوع طبيا لحل اللغز. إيرباص تكشف عن تصاميم طائرة تعمل بالإيدروجين، وكانت كشفت شركة إيرباص النقاب عن خطط لإنتاج أول طائرات تجارية عديمة الانبعاثات بالعالم تشتغل بالإيدروجين كمصدر أساسي للطاقة. وحددت شركة إيرباص لنفسها موعداً نهائياً بالعام 2035 لتشغيل طائرة تجارية خالية من الكربون، وتتضمن مبادرة زيرو إي، وهي اختصار لكلمة زيرو إميشن،
مفاهيم لطائرتين بمظهر تقليدي، حيث هناك محرك نفاث توربيني معدل يعمل بالإيدروجين بدل من الوقود، وقود الطائرات بالنموذج الأول قادر على حمل بين 120 ل 200 راكب، والقدرة لقطع مسافة بتزيد عن 2000 ميل بحري. ومن التحديات اللي راح تواجهها الشركة إيجاد طرق لتخزين الإيدروجين السائل المتطاير بأمان أثناء الطيران بدرجات حرارة شديدة البرودة. وقالت شركة إيرباص إنه الإيدروجين المستخدم بالطيران سينتج من طاقة متجددة ويستخرج من الماء باستخدام التحليل الكهربائي، وهيدي عملية خالية من الكربون إذا كانت مدعومة بالكهرباء المتجدد، لكنها أكثر تكلفة حاليا. حقائق يمكن ما بتعرفها أو بتجهلها عن الجيل زد، وهذا الموضوع عم نقشه بناء على رغبتكم. هيدا المعلومات رح تساعدكم على فهم هيدا الجينيريشن وهيدا الجيل. غالبا ما بترتبط الأجيال بالتقنية اللي اعتمدوها أثناء نموهم، ولكن على عكس البيبي بومرز جينيريشن اكس والميلينيالز، فالجيل زد اللي ولد بين العام 1996 و 2015 هو اول من دخل عالم كان فيه الجميع متصل بشبكة الانترنت بالكامل. ونظرا الى انه اعضاء هيدا الجيل جيل زد عم يكبروا بظل جائحة كورونا، فربما هن عم يتخرجوا حاليا من الجامعات او عم يبتدوا حياتهم المهنية بهيدا الاوقات، حيث يعمل هيدا الجيل بالفعل على تغيير العلاقة بين المجتمع والانترنت. واذا كان عندك شركة او علامة تجارية تبني تجارب رقمية جذابة ومسلية، فاليك بعض الحقائق عن هيدا الجيل. في دراسة جديدة من مركز حركية الأجيال WP Engine تم توضيح اعتماد الجيل زد على الإنترنت بشكل لا يصدق، حيث أن 60% من هيدا الجيل غير قادرين على البقاء من دون الإنترنت لمدة 4 ساعات أو أكثر، وهذا يتناقض مع غالبية الأجيال الأخرى مثل البومرز اللي يمكنهم قضاء أكثر من 12 ساعة من دون الإنترنت. ايضا في تحول بطريقه استخدام الانترنت، فبالوقت اللي الجيل زد اظهر تفضيله للترفيه والوصول الى الاصدقاء، فالاجيال بومرز وجينيريشن اكس والميلينيالز بيعتمدوا على الانترنت للحصول على المعلومات فقط. 51% من الجيل زد هن اصدقاء مع اشخاص بيعرفوهم فقط عبر الانترنت ولم يلتقوا فيهم شخصيا، وما يقرب من ربع الجيل بيوثقوا بأشخاص قابلوهم عبر الإنترنت أكثر من شخص قابلوه شخصياً. الجيل زد هو جيل إنشاء المحتوى، حيث نشأ على مجموعة متنوعة من منصات التواصل اللي بتقدم طرق متعددة لتوجيه الإبداع والتعبير الشخصي، سواء إذا كان بترميز منشورات المدونة أو تحرير الفيديوهات على اليوتيوب أو استخدام سناب شات. فهيدا الجيل المبدع يعمل باستمرار، ويتجذر الكثير من انفتاح هيدا الجيل تجاه الويب برؤيتهم للإنترنت كقوة من أجل الخير. ويعتقد 78% من هيدا الجيل أن الإنترنت جعل الناس أكثر اتصالاً، وهو ما يفوق بكثير الأجيال الباقية. إذن في فجوة كتير كبيرة بين الجيل زد وباقي الأجيال، ولكن مما لا شك فيه انه الجيل زد هو جيل الابتكار، وبطبيعة الحال هو جيل المستقبل. وبهيدا الخبر بنكون وصلنا لنهاية فقرتنا الأسبوعية الأسبوع في بوست. بتمنى تكونوا استمتعتوا واستفدتوا من الأخبار اللي تناولناها. ما تنسوا تشتركوا بالقنوات الخاصة بالقناة لتوصلكم أحدث وأجدد الأخبار. بتمنى لكم نهاية أسبوع سعيد، وأنا بشوفكم الأسبوع الجاي.